حلوين وأنا فألسفكم فيديو جديد. طبعا اليوم الفيديو راح يكون عبارة عن قصة من قصص ماي بلاي هوم، اسمها اللوحة المسكونة أو الرسمة المسكونة. فبس ما بدي أطلع عليكم بالمقدمة، خلونا نبلش بالفيديو. وكمان حابة أقول يعني إنه إذا أنتم عندكم أي قصة، يعني حابة إنكم تكتبوا لي يعني محتوى القصة، يعني مو بس تقولوا لي العنوان وهيك، إنه لا يعني قولوا لي القصة يعني شو بسوي بيها او هيك، لانه اذا خبرتوني بالعنوان بس انه يعني محتار شو بسوي بيها ما بعرف. فبس يعني اتمنى انكم تقولوا لي العنوان وتقولوا لي يعني شو بسوي بالقصة. فايه يلا نبلش. حسن يا صف، ما قد انتهت حصة اليوم؟ صحيح، هي الهي، هناك مسابقة سوف اقوم بفعلها للصف اليوم. مسابقة؟ ما هي؟ ما هي هي مسابقة رسم اخرى؟ أجل، أنا معلمة الرسم بالتأكيد. مسابقة رسم؟ حسن، إذا سوف تكون هذه المسابقة هي إنها مجرد مسابقة بسيطة حسن، إنها سوف تكون فقط بين صفكم أنتم فقط، لن يكون أي هناك صف آخر. سوف تكون المسابقة هي أنكم سوف ترسمون أي شيء تحبونه. شيء نحبه؟ أجل، أي شيء تحبونه، مثلا زهور، رسم حديقة، أشجار، هكذا، أي شيء هكذا تجدونه بأنه جميل. فهمتم؟ أجل حسنا، إذا سوف تكون المسابقة بعد 3 أيام، أفهمتم؟ ارسموها في المنزل ويمكنكم أن تحضروها إلى هنا في المدرسة بعد 3 أيام، أفهمتم؟ إذا لقد انتهت الحصة بالفعل، هيا يمكنكم أن تخرجوا. يا إلهي، أنا متحمسة كثيرا لحصة الرسم تلك. وأنا أيضا، ترى ما الذي علي أن أرسمه؟ أنا سوف أرسم، لا أدري، ربما سوف أرسم وردة، لا أدري لا أدري. أنا سوف أرسم ببغائي. الطائر الخاص بكِ. أجل، أنا أحبه كثيرا، إنه لطيف وصغير، لونه أخضر هكذا، إنه رائع، سوف أرسمه. هذه فكرة جيدة. إذا ماذا عنك سيلينا؟ ماذا؟ أنت رسامة أليس كذلك؟ ماذا ترسمينه؟ ماذا سوف أرسم؟ أجل، يمكنك أن تشاركي معنا أليس كذلك؟ أجل، لكن أنا لا أعرف. لا بأس، سوف تعرفين بالتأكيد. أنا ربما سوف أرسم قطة، أو لا أدري، ربما حيوان أحبه، تعرفون، أرنب، كلب صغير هكذا. هذا لطيف، أنا سوف أرسم وردة إذا. وأنا ببغائي، أنا لا أعرف ما الذي علي أن أرسمه. لا بأس، لا يزال هناك 3 أيام، بالتأكيد سوف تعرفين ما ترسمين. أجل، سوف أسأل من أخي أن يساعدني. إذا هذا رائع. سوف أذهب الآن. لماذا؟ وأنا سوف أذهب. حسنا، أنا أظن ذاهبة هذا اللقاء. يا إلهي، جميعهم أغبياء، أكره أن أتكلم معهم كثيرا. أنا فقط لا أحب أن أتكلم معهم، أكلمهم فقط لكي أبدو هكذا بأنني فتاة طيبة، لكنني أكرههم جميعهم، إنهم أصلا لا أدري لماذا إنهم طلاب في هذه المدرسة، إنهم جميعهم مكروهين، أنا أكرههم، لا أدري لماذا أتكلم معهم حتى. إنهم ليسوا أصدقاء جيدون على أي حال، حتى سيلينا لم تخبرني ما الذي سوف ترسمه. أنا متأكدة بأنها سوف ترسم شيئا، لكنها فقط لا تريد أن تخبرنا لأنها تكرهنا. أنا أيضا أكرههم جميعا. يا إلهي، إنهم مزعجون، لقد أضعت وقتي فقط معهم. ترى ماذا أفعل الآن؟ سوف أذهب لأجلس في الحديقة قليلا. وبعد انتهاء المدرسة، إن السيارة ليست موجودة، أبي وأمي خرجوا مرة أخرى. أخي، لقد عدت. أخي، أين أنت؟ ترى ما هذه اللوحة؟ إنها جديدة، لم أراها من قبل. إنها غريبة للغاية، إن أهلي فقط يحبون شراء لوحات وتماثيل وأشياء كهذه، إنهم يحبون الفن وأشياء كهذه مرتبطة بالفن، لذا عادة أجد فقط لوحات هكذا موجودة، لكن هذه لوحة غريبة. سيلينا، مرحبا، متى عدتي؟ أهل تو عدت. ما هذه اللوحة؟ إنها جديدة، لقد اشتروها أبي وأمي. بالمناسبة، أين هم؟ إن السيارة ليست في الخارج. أجل، لقد رحلوا إلى رحلة عمل مرة أخرى. مجددا. أجل، أنا ذاهب لغرفتي. حسنا، إذا ماذا فعلت اليوم في المدرسة؟ المعلمة قالت بأنه علينا أن هكذا، علينا مسابقة بعد 3 أيام. مسابقة؟ مسابقة ماذا؟ رسم. أنا متأكد من أنك سعيدة، أليس كذلك؟ أنت بتحبين الرسم كثيرا. أجل، إن الرسم رائع، بالتأكيد سوف أفوز، أليس كذلك؟ بالتأكيد، أنت فنانة.
لكنني حقا أشعر بالملل هذه الأيام. لماذا؟ لا أدري، أنا دائما فقط أرسم أشياء، يعني أرسم أشجار وأرسم حدائق وهكذا، لم أرسم أي شيء آخر. ربما يمكنك أن تجربي رسم شيء آخر جديد. مثل ماذا؟ تعرفين مثلا صديقاتك أو ما شابه أسميهم. حسنا، لكن لا أدري، سوف أجرب. لا بأس، سوف أجرب. حسنا، إذا أنا ذاهبة للعمل الآن. أنت أظن ذاهب للعمل؟ أجل، لقد اتصلوا بي، علي أن أذهب. أنا آسف، إلى اللقاء. إلى اللقاء. أنا لوحدي في المنزل الآن. وفي الليل، يا إلهي، لا، ما هذه الرسمة؟ إنها قبيحة للغاية، لا أريدها. بالتأكيد لن أفوز إذا رسمتها وقدمتها بالمسابقة، سوف أخسر بالتأكيد، أنا فاشلة. يا إلهي، أنا الوقت آخر كثيرا، سوف أذهب لكي أرى الساعة. أخي لم يعد. إلهي، هناك الكثير من المطر في الخارج. حقيبتي، ما تفعله هنا؟ سوف أخذها. يا إلهي، تلك الصورة إنها مخيفة للغاية، ما تفعلون؟ لماذا اشتروها أبي وأمي؟ إنها حقا مخيفة. سوف أذهب للنوم الآن، إذا عاد أخي ووجدني مستيقظ هكذا سوف يغضب كثيرا مني ويخبر أبي وأمي. سوف أرمي هذه لاحقا، إنها قبيحة للغاية. سوف أنام الآن. كم الساعة الآن؟ إنها لا تزال فجرا. كيف مر ساعتان فقط؟ سوف أذهب لكي أشرب بعض الماء. أين أنا؟ لقد كنت أذهب للمطبخ. أين أنا الآن؟ الجو بارد للغاية، أنا حافية أيضا. إلهي، أين أنا؟ أخي، أين هذا؟ يا إلهي، إنه بارد. أنا أحلم؟ بالتأكيد أنا أحلم. ما هذا الصوت؟ أسمع صوت سيدة عجوز تغني. كيف هناك سيدة، شخص ما يغني في هذا الجو؟ إلهي، إنه بارد للغاية، سوف أذهب وأرى. سيدتي، سيدتي، ما تفعلين هنا؟ إنها يا إلهي. عزيزتي، ما تفعلين هنا؟ من فضلك يا سيدتي، أين أنا؟ أنا كنت في منزلي. أنا تعالي معي. ماذا؟ أمسك بيدي، هيا. أنا لا أعرفك، أنت في الصورة، أنت التي في الصورة. أنا، هيا تعالي، أنا أمسك يدي. حسنا، أنا، ما كان هذا؟ إلهي، إلهي، إنها ممطرة أصلا. حسنا، إذا سوف أعود للنوم الآن، إنها لا تزال متأخرة بالليل. لا توقعنا أخي كالعادة، سوف أنام. ما هذا الصوت؟ أحدهم ينادي اسمي. يا إلهي، ربما أنها أخي، لقد عاد. أخي. إلهي، أين هو؟ من كان يناديني إذا؟ أنا متأكدة بأن سمعت اسمي، أنا أقسم أحد كان ينادي اسمي. هذا غريب. الصورة، أنا السيدة العجوز التي كانت في تلك الصورة. أنا تلك اللوحة كان بها سيدة عجوز، أليس كذلك؟ أنا متأكدة. أين أنت؟ من أنت؟ ما تفعلين هنا؟ ابتعدي عني، أنت التي كانت في الحلم. تعالي هيا عزيزتي، لا أريد أن أؤذيك. ماذا تريدين مني؟ فقط ارسمي. أرسم ماذا؟ هيا ارسمي. ما كان ذلك؟ أنا لابد أنني لا أزال أحلم. أنا من المستحيل أن يكون ذلك حقيقي. أنا لا أزال أحلم، ابتعدي عني، أنا لا أزال أحلم، لا أزال أحلم. يا إلهي، ما هذا؟ ماذا يحصل؟ أخي، أحتاج أخي، أين هو الهاتف؟ لا أدري، أين هاتفي؟ ربما علي فقط أن أرسم كما كانت، سوف تؤذيني إذا لم أرسم، سوف أرسم. في اليوم التالي، يا إلهي، لقد نمت في العمل، لم أستطع أن أعود إلى المنزل. ترى ما الذي حصل لسيلينا؟ سيلينا، ما هي تفعلين؟ مرحبا يا أخي. سيلينا عزيزتي، ماذا هناك؟ أين ما الذي تفعلين؟ أنت أخبرتني بأن أجرب شيئا جديدا، أنا أجرب شيء جديد. حسنا، لكن أنا الساعة تزل 7 في الصباح، ليس لديك مدرسة حتى.
أنا لا أهتم، أنا أريد أن أرسم فقط. ارحل. سيرينا ماذا بك؟ ارحل حسنا، أنا فقط ارحل. يا إلهي، كيف تسخرها في وجهي هكذا؟ أنا ذاهب. فقط ارسمي ارسمي. هذا غريب، لم تصرخ في وجهي أبدا. إنها غاضبة مني بالتأكيد، أليس كذلك؟ يعني لم أتي المنزل الأمس أبدا، إنها غاضبة أكيد. سوف أحاول أن أساعدها يوم ما. سوف أذهب أشتري لها بعض الحلوى وهكذا، ربما تسامحني. نذهب. إنها غاضبة مني بالتأكيد الآن، لقد صرخت في وجهه، لم أقصد هذا. لا أريد أن أرسم، لن أرسم، لا أريد. ارسمي وإلا قمت بأذية أخيك. ماذا؟ سوف أؤذيه إذا لم ترسمين، هيا. لا أريد أن أرسم، أنا من فضلك، أنا متعبة كثيرا، أريد أن أنهم فقط، أنا لم أنم من الأمس أبدا. أنا هيا. حسنا، أنا أخي ساعدني. وبس هيك تكون انتهت الجزء الأول من القصة، فبتمنى انها تكون عجبتكم. وبس، باي باي، اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.